لا يا جماعة ما تهزروش، ايه ده؟ جماعة العالم كله مقلوب عشان الابليكيشن اللي بينزل على الموبايل وبيخلينا نعمل ايس كوفي من الموبايل، يعني بنستخدم الموبايل وهو اللي بيعمل لنا الايس كوفي، بيحط لنا التلج وبيحط لنا الكراميل وبيحط لنا كل حاجة من الموبايل. بما ان اي حاجة ليها علاقة بالايس كوفي لازم اعملها، فانا هجرب فعلا الابليكيشن ده. هل لما نحط الموبايل على الكوباية هينزل لنا كل حاجة ويعمل لنا ايس كوفي ولا لا؟ اول حاجه هجيب الكوبايه اللي هشتغل فيها. طبعا انا هجيب الفازه دي عشان لو هو فعلا هيعمل لنا ايس كوفي كبير، فانا هبقى محتاج الفازه دي عشان اقيم فعلا هل هو بجد ولا لا. ودلوقتي انا نزلت الابلكيشن وحطيت عليه صوره الايس كوفي دي، المفروض ان هو ده اللي هو هيعمله لنا، فالمفروض ان هو هيحط لنا قهوه ولبن وتلج وكراميل وبينج كريم، فهشوف هل هو فعلا هيعمل ده ولا لا. دلوقتي هو بيحمل عشان خاطر لما احطه على الكوبايه يبتدي يشتغل. المفروض دلوقتي نبتدي نحطه على ثواني، دلوقتي هنحطه على الكوبايه ونشوفه هيشتغل ولا لا. طيب المفروض اول حاجه يعملها وهي التلج، فدلوقتي هندوس ونشوف هينزل التلج ولا لا. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ لا ما تهزروش يا جماعه، لا جماعه ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ طيب هو دلوقتي المفروض هيحط الكراميل صوص، يعني الزرار اللي احنا هندوس عليه ده بتاع الكراميل صوص. مش عارف هينزل كراميل صوص ولا لا، بس مش عارف. اهو 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 اهو. لا لا ايه الهبل ده يا جماعه؟ حد يخبطني على دماغي ويقول لي ان انا بحلم، حد يخبطني على دماغي ويقول لي ان انا بحلم وان ده مش حقيقي بسرعه. طيب الخطوه اللي بعد كده المفروض ان هو هيحط القهوه، فالمفروض نشوفه دلوقتي هينزل القهوة ولا لا. بس انا عايز اعرف نوع القهوة اللي هو هيستخدمها، لتكون مثلا نوع انا ما بحبوش او حاجة. لا يا جماعة، حد يقول لي ايه اللي بيحصل دلوقتي حالا حالا حالا؟ ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يعني بس هو اي نعم حاطط كمية قليلة، بس يعني ايه ده برضو انا مش فاهم. طيب المفروض دلوقتي اخر مرحله وهي اللبن، يعني المفروض دلوقتي هيحط اللبن وبعد كده الويبنج كريم، فانا مش عارف هما عندهم ويبنج كريم ولا لا، لان هو خلصان من السوبر ماركت. بس هشوف هما عندهم لبن ولا لا، ونبتدي ندوس على الزرار بتاع اللبن. هو لسه ما نزلش، انا مش عارف ليه. اهو اهو بدا ينزل، اهو اهو اهو. لا يا جماعه، يا جماعة ايه ده؟ أنا خايف، أنا خايف. آيس كوفي فعلا. هو دلوقتي فاضل نحط عليه الويبنج كريم، فهنشوف في ويبنج كريم عندهم في الموبايل ولا لأ. هو غالبا مفيش ويبنج كريم في الأبلكيشن ده، مش عارف. ماشي. عامة يا جماعة هو يعني عمل لنا ايس كوفي، طبعا زي ما انتم شايفين انا مش عارف ازاي عمل الايس كوفي ده، وطبيعي انتوا كمان مش عارفين ازاي عمل الايس كوفي ده. طبعا يا جماعة كل ده هري، يعني الفيديو اللي انتوا كلكم عمالين تمنشنون لي فيه على انستجرام وتيك توك وكل الابلكيشنز ده هري هري يا جماعة. انا دورت على الفكرة ولقيتها معمولة بطريقة سهلة جدا جدا، برنامج اسمه مش عارف مش فاكر حاجة كده، هحط لكم اسمه. بتحط الموبايل هنا وبعد كده بتصوروا مره وانتوا بتدلقوا مره وانتوا قاعدين جنب الموبايل، وبعد كده لو ما صلى على النبي بتركبوا الاثنين على بعض. لكن اللي انتوا عمالين تمنشنوا لي فيه ده هري هري يا جماعه، ما تصدقوش الكلام ده كله، عشان لو الحوار ده حقيقي كان زماني من زمان جدا طلعت عملته لكم يا جماعه. السلام عليكم.